ميسرة باكور مدير المركز العربي الأوروبي للدراسات. مرحبا بك سيد ميسرة. برأيك الآن اختلفت الصورة، من سيتضرر أكثر، روسيا جراء العقوبات أم الغرب خصوصا ألمانيا بسبب الروبل؟ في معادلة رياضية أعتقد أن الطرفين المتضررين، وخاصة لو تحدثنا بالأمس كان هناك تقارير، نتحدث عن ألمانيا تقارير عن ارتفاع معدل التضخم 7.5%، ارتفاع كلفة الإنفاق على الوقود خلال الشهر الماضي 39.6%، ارتفاع معدل الإنفاق على الغذاء ارتفع بشكل هائل، معدل التضخم ارتفع لأول مرة منذ الاتحاد بين الألمانيتين بنسبة هائلة جدا 39.6%، أكبر معدل تضخم في تاريخ ألمانيا منذ الوحدة. ولكن بالعودة إلى الموقف الروسي، ماذا لو كما قال المستشار شولتز في يوم الأربعاء في مكالمة هاتفية مع بوتين بأنهم ملتزمون في العقود المبرمة، وهذا ردا على بوتين الذي يتهم الغرب بأنه غير ملتزم، ملتزمون بالعقود المبرمة وأنهم سيدفعون بالأورو أو بالدولار. طيب لو هذه الدول رفضت شراء النفط الروسي بالروبل وتوقفت عن شرائه، ماذا سيحدث لشركة غاز بروم؟ هل يعلم بوتين كم الكلفة التشغيلية اليومية لشركة غاز بروم؟ نتحدث عن ملايين الدولارات. ماذا لو توقفت روسيا عن إنتاج النفط لأنه لم يعد أحد يشتريه؟ نعم هناك حديث أن إندونيسيا تريد شراء نفط روسي ولكنها لن تسد 44% مصدرة إلى أوروبا ومنها 55% إلى ألمانيا. لو قام بإنتاج النفط وتخزينه، هناك كلفة تخزين، هناك كلفة أجور، هناك اختلاف. سيد ميسرة لا أريدك أن تجاوب على لسان روسيا. روسيا لديها الكثير من الأسواق لتسويق غازية ونفطية. أريد البقاء معك في أوروبا تحديدا ألمانيا. هنا خيارات ألمانيا، ماذا لدى أوروبا من خيارات للتعامل مع هذا الموضوع؟ وقف استيراد الغاز الروسي، البحث عن أسواق بديلة، أم الدفع بالروبل؟ البحث عن أولا ألمانيا أنا لم أتكلم، أنا أحلل الموقف من الجانب الآخر. بالنسبة لألمانيا شكلت خلية أزمة للتعامل مع هذه الإشكالية، وتحدث وزير الاقتصاد في مؤتمر صحفي عن هذا الموضوع عن تشكيل أزمة، وقال أن الخزانات ممتلئة 25%، وهذا معدل منخفض حقيقة. هي تحاول تنويع مصادر الطاقة النظيفة ومصادر استيراد الطاقة من عدة دول، وزارة وزير الاقتصاد عدة دول من أجل هذا الموضوع. قال شولتز في اتصال مع بوتين بأنه ينتظر المرسوم الذي وقعه بوتين مكتوبا لكي يتم مناقشته ودراسته بدقة والرد عليه، ولكن قال ملتزمون بشراء بالروبل بالأورو وأن بالعقود السابقة العقود المبرمة ستلتزم بها. طبعا بوتين ليس من تلقاء نفسه يستطيع إلغاء هذه العقود، هناك محكمة تحكيم دولية سواء في باريس أو في أمريكا يمكن اللجوء إليها، وهذه ستحكم بالنتيجة حسب العقود الموقعة. العقود الموقعة ماذا تقول؟ هناك بنود تقول يدفع المبالغ بالأورو أو بالدولار، بالتالي هو من تمصل من كل التزاماته، وهو الذي يتهم الغرب باستخدام كما جاء بالتقرير يتهم الغرب باستخدام الأموال كسلاح حرب، وهو يستخدم النفط أيضا كسلاح حرب. حتى بإعلانه عن المرسوم يقول بأن الغرب غير ملتزم، على العكس المستشار شولتز يقول نحن ملتزمون بكافة العقود المبرمة رغم العقوبات. طيب نكتفي بهذا القدر، أدركني الوقت على هذه الفقرة. من برلين السيد ميسرة باكور مدير المركز العربي الأوروبي للدراسات، شكرا لك.